يكرس الأستاذ وو شي تسوان نفسه للدفاع عن قضية سيادة الصين على بحر الصين الجنوبي منذ عقود، وكلما تعمق في البحث زاد اقتناعه بأن مطالبات الصين بحقها في السيادة الإقليمية على بحر الصين الجنوبي لها أساس تاريخي وقانوني متين. يشرح وو شي تسوان حقوق الصين التاريخية المتمثلة في خط القطاعات التسعة أو خط الترسيم المتقطع الذي يعد الأساس الذي تستند عليه مطالبات الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي. هذه خريطة رسمتها سلطات جمهورية الصين عام 1946، وفي عام 1948 أصدرت رسمياً الخريطة الإدارية لجمهورية الصين وخريطة موقع جزر بحر الصين الجنوبي، وقد رسمت 11 خطاً لبيان نطاق سيادتها الإقليمية وسلطتها البحرية، ولم يثر ذلك أي اعتراضات من المجتمع الدولي آنذاك.原先由日本人非法侵占的南海诸岛回到中国人手里，中国人随后公布一张地图，告诉你这个南沙南海诸岛回到中国人手里，它的地理位置在哪，这条线奠定了或者说规范了重申了中国对南海诸岛的主权。有人说，如果中国没有设立阻断线，南海就可以太平无争了。没有断绝线，南海的秩序可能会更乱。 断绝线它实际上它代表它不只是中国对南海诸岛的主张，我认为断绝线它是对二战之后南海秩序的一种确立。然后我在很多国际场合，我质问这些西方学者，中国的南海权利和主张，这是二战后的国际秩序定定下来的，中国收复了二战期间被日本人侵占的南沙群岛，就南海诸岛，不是中国在改变现状。 相关的有些国家在改变现状吗？那什么叫现状？我认为要谈现状，那就是二战后南海回到中国人手里。谁打破的现状？首先，这些国家南海周边国家非法侵占已经属于中国的南海诸岛。事实上，中国不是改变现状，中国是要把南海的现状，就是已经被这些国家改变的现状，要把它再改变过来。